بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب وأطباء طب الفم والأسنان في International Online Dental Uses Congress في نسخته الأولى من اتحاد الجامعات العلمية لطب الأسنان وحديث التخرج والتابع لـ EADS Egyptian Association of Dental Student، وهي الجهة العلمية الوحيدة الموثقة في مصر والتابعة للاتحاد العلمي فيما يحط الطالب وحديث التخرج داخل الجامعات المصرية. وهدفنا هو تطوير وتعليم طلاب الأسنان في جميع مجالات الأسنان، كما نهدف إلى تطوير طلاب في أجزاء أخرى مثل السوفت سكيلز. ونحن متواجدين الآن في أكثر من 33 جامعة، ويتضمن المؤتمر أكثر من 100 دكتور من مصر وخارج مصر من الدول العربية والإفريقية المختلفة من كبار الدكاترة والأساتذة المتواجدين، وسوف تحصل على شهادة معتمدة بعد حضورك نسب الحضور المطلوبة للمؤتمر. وهناك سحبات يومية تصل قيمتها المالية إلى 4000 جنيها مصريا، وإجمالي السحبات في المؤتمر تصل إلى 50000 جنيها مصريا. نعلن عن الشراكة بيننا وبين دول لبنان، فلسطين، السودان، رواندا، قطر، السعودية، تونس، المغرب، تنزانيا. نتشرف بالإعلان عن بورد الرسمي للمؤتمر رئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور عبد الفتاح صدقة، الرئيس الشرفي للمؤتمر الدكتور حاتم الجندي، السكرتير العام للمؤتمر الأستاذ الدكتورة هالة هزاع، اللجنة العلمية للمؤتمر الأستاذ الدكتورة علياء محروس، المشرف الأكاديمي الأستاذ الدكتور جعيان الجندي، الضيف الشرفي للمؤتمر الأستاذ الدكتور شذا حمام. تمام يا دكتور، ممكن حضرتك تبدأي. مساء الخير، مبسوطة جدا ان انا معاكم النهاردة، مبسوطة ان انا مع الـ EADS المعتمدين هنا في مصر من الـ Association. احب اكد ان المؤتمر ده غير هادف للربح، وان شاء الله علشان ناخد الشهادة باذن الله للتوبيك بتاعنا الجميل ده ان شاء الله. ياريت كل الحاضرين يعملوا كومنت ولايك وشير، وان شاء الله هينزل فورم هنملى الفورم دي علشان تقدروا تاخدوا الشهادة. التوبيك بتاعنا النهاردة is a very trendy topic، اعتقد كلكم دلوقتي بقيتوا تسمعوا عن الارتفيشل انتليجنس في كل حاجة في حياتنا. فاحنا هنتكلم عن الارتفيشل انتليجنس reshaping the future of dentists، هنتكلم احنا بقى دورنا ايه في الموضوع ده. الارتفيشل انتليجنس reshaping the future of dentists presented by me لميا الفضال. أحب أعرفكم بنفسي الأول، أنا دكتورة لميا الفضالي PhD of Fixed Prosthodontics، أنا staff member في MSA University، I'm the head of and founder of MSA Digital Dentistry Club، I'm Huawei Certified Academy Instructor in Artificial Intelligence، ندي courses تبع Huawei ICT Academy، وكمان I am certified من IBM ومايكروسوفت، وام editorial board member وreviewer في several dental journals، وانا حد يعني member في حاجة اسمها leading ladies in dentistry، I was elected as one of the top 100 doctors class 2022. طيب احنا حاليا عايشين فيما يسمى الـ fourth industrial revolution. ايه الـ fourth industrial revolution؟ اللي هي الثورة الصناعية الرابعة. الثورة الصناعية الأولى ابتدت مع اختراع البخار اللي هو القطر البخار، خلينا بقى نرجع ورا قوي، وبعدين في 1800 بدأت الكهرباء، دي الثورة الصناعية الثانية. الثورة الصناعية الثالثة believe it or not هي الديجيتال اللي احنا عمالين نتكلم عليه، ده ابتدى من 1980، وحاليا احنا دخلنا في الثورة الرابعية، الثورة الصناعية الرابعة، لان احنا بدأ يدخل عندنا تكنولوجيز جديدة ما كانتش موجودة، بدأت ان هي تدخل في كل حاجة في حياتنا، ما بقاش في لاينز بين التكنولوجي وبين حياتنا، مع اختراع انوفيشنز زي 3D printing والروبوتكس والارتفيشل انتليجنس والنانو تكنولوجي. Was coined by the founder of the World Economic Forum, a former professor named Klaus Schwab. Schwab wrote a book with that title to describe an era marked by a technological revolution that is blurring the lines between the physical, digital, and biological spheres. Let's break that down. Technologies like artificial intelligence, autonomous vehicles, or the Internet of Things are becoming ingrained in our day-to-day lives and even our bodies.
Think of voice-activated virtual assistants, face ID recognition, or healthcare sensors. طبعا زي ما انتوا شايفين يعني الارتفيشال انتليجنس داخله في كل حاجه في حياتنا. في الفيسبوك اللي احنا قاعدين اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، انت بتقابل حد تاني يوم بتلاقيه في بيبل يمينو، تتكلم على حاجه سبحان الله بتلاقيها دايما في ريكومنديشنز وبتلاقيها في الاعلانات. فاحنا موضوع الفيسبوك بيستخدم حاجات ما بتطورش، من اكبر الحاجات اللي بتعتمد على الارتفيشال انتليجنس عشان تعمل حاجه اسمها ريكومنديشن سيستمز. طبعا الارتفيشال انتليجنس هيغير كل الاندستريز، لو فكرتوا هتلاقيه موجود في كل حاجه، في الاديوكيشن، موجود في الصحه، موجود في الاعلام، موجود في الصناعات المختلفه، موجود في حتى في الحاجات الماليه والفاينانس. تعالوا نفكر ايه هو الارتفيشال انتليجنس. عمالين نقول ارتفيشال انتليجنس، طب هو ايه؟ ألان تيورينج ده من الناس المهمة جدا في موضوع الارتفيشال انتليجنس، وابتدى الموضوع تخيله مكتوب من 1950، فموضوع الاي اي مش جديد. وهو بيقول كان ماشينز ثينك، هل الماشين ممكن تفكر؟ جون ماكارثي برضو من الناس المهمة جدا في موضوع الارتفيشال انتليجنس، وقال it is the computer science concerned with making computers behave like humans. The science of making machines do things that would require intelligence if done by men. Marvin Minsky قال الكلام ده. يبقى هو السؤال اللي احنا عايزين نقوله او الاجابة اللي احنا عايزين نقولها بالنسبة للارتفيشال انتليجنس، هل الماشين تقدر تفكر؟ هل هي تقدر تتعلم لوحدها وتبدأ تطلع لنا insights؟ While everyone seems to be talking about artificial intelligence these days, it's good to remember that this is not something new. In 1950, Alan Turing proposed the Turing test. That same year, Isaac Asimov proposed the three laws of robotics. In 1951, the first AI-based program was written. In 1955, the first self-learning game-playing program was created. In 1959, the MIT AI lab is set up. In 1961, the first robot is introduced into GM's assembly line. 1964 saw the first demo of an AI program which understands natural language. In 1965, the first chatbot, Eliza, was invented. In 1974, the first autonomous vehicle is created at Stanford AI Lab. In 1989, Carnegie Mellon creates the first autonomous vehicle using a neural network. In 1997, IBM Deep Blue beats Garry Kasparov at chess. In 1999, Sony introduces AIBO. That same year, the MIT AI Lab's first emotional AI is demonstrated. In 2004, DARPA introduces the first autonomous vehicle challenge. In 2009, Google starts building a self-driving car. In 2010, Narrative Sciences AI demonstrates the ability to write reports. In 2011, IBM Watson beats Jeopardy champions. That same year, Siri, Google Now, and Cortana become mainstream. In 2015, Elon Musk and others announce a $1 billion donation to OpenAI. In 2016, Google's DeepMind defeats Korean AlphaGo champion. In 2016, Stanford issues the AI 100 report. In 2016, UC Berkeley launches the Center for Human-Compatible Artificial Intelligence. طيب يبقى زي ما انتوا شايفين الـ AI ابتدى من 1950، وفي كل اللي انا وريته لكم ده دي محطات مهمة في تاريخ الـ Artificial Intelligence. فحبيت اوريكم كده زي يعني overview عن تاريخ الـ AI. وطبعا اللي خلى الـ AI دلوقتي booming جدا فكرة ان احنا عندنا الـ Computational Power والـ Data والـ Algorithm. هنتكلم عن الحاجات دي كلها دلوقتي، بس كل الحاجات دي بقت قوية جدا دلوقتي، فخلت ان الـ AI له فرصة كبيرة جدا ان يدخل في كل المجالات. طيب ايه الفرق بين الاي اي والهيومن انتليجنس او الارتفيشال انتليجنس والهيومن انتليجنس؟ يعني لو انت بصيت كده هتلاقي ان الهيومن انتليجنس زي الفيربل واللوجيكال، ونطبقها في الارتفيشال انتليجنس. فمثلا في بالنسبه مثلا هو بيشوف، الانسان بيقدر يشوف، فمثلا في عندنا الباترن ريكوجنيشن او الكمبيوتر فيجن. طيب ممكن ان هو يقدر يفهم الكلام، ناتشرال لانجويج بروسيسنج، يقدر يفكر ويستوعب ويبدا يحلل عن طريق الماشين ليرنينج والديب ليرنينج. طيب ناخد بس يعني طبعا الكلام اللي جاي ده
انا مش عايزاكم تحسوا ان هو بعيد عنكم، لكن هو بس يخلينا نفهم الكمبيوتر بيفكر ازاي، وهقول لكم في الاخر كل المغزى من الكلام اللي هنحكيه دلوقتي ايه. ايه الاي اي بروسيس؟ ازاي الكمبيوتر بيفكر؟ ازاي ان انا اقدر اعمل حاجه اسمها موديل او بروسيس ان انا اقدر اطلع منها اوتبوت يوزنج الارتفيشال انتليجنس؟ اول حاجه انا بجمع الداتا. الداتا دي ممكن تبقى اي حاجه. الداتا دي ممكن تبقى الريفيوز بتاعه الناس مثلا على مطاعم. الداتا دي ممكن تبقى اشعه بتاعتنا. الداتا دي ممكن تبقى الهيلث ريكوردز اللي احنا بنسجلها. وبعدين بنعمل حاجه اسمها داتا كلينزنج، لو في اي حاجه ناقصه، حاجه مش مظبوطه، بنبدا نظبطها. فيتشر اكستراكشن اند سيلكشن، اللي هو بنبدا نشوف ايه الحاجات اللي مهمه اللي انا عايز اعرفها او عايز ان انا اطلع منها انسايت في الداتا بتاعتي دي. وبعدين بنبدا بقى نعمل حاجه اسمها موديل تريننج. الموديل ده البرنامج، يعني دايما هتلاقيني بقول كلمه موديل، ده البرنامج اللي احنا عاملينه علشان الارتفيشال انتليجنس ابلكيشن او سوفت وير مثلا. وبعدين بنعمل ايفالويشن للموديل ده، وبعدين موديل ديبلويمنت. طبعا انا الكلام اللي احنا كاتبينه ده بيبقى كورسات بتتاخد ايام، يعني ايام وشهور وسنين، لكن احنا بس بايه عايزين نفهم الدنيا عامله ازاي. خلينا نشوف الـ Artificial Intelligence in Healthcare، ونبدأ بقى ندخل منه على الـ Dentistry. طبعا يعني دلوقتي مع التطور الكبير اللي موجود في الديجيتاليزيشن ان دنتستري ان هيلث كير عامه، بدانا نخدم العيانين بطريقه مور اكوريت وبطريقه احسن بكتير من زمان. لكن برضو في الاخر احنا بني ادمين، يعني انا ممكن انا الصبح غير انا بالليل، يعني انا ممكن كمان لما اشوف اكس راي الصبح الانتربريتيشن بتاعها مش هيبقى زي بالليل. انا وزميلي لما نشوف الاكس راي مش هنتفق مع بعض، ممكن انا اشوف حاجه ممكن هو يشوف حاجه. ونفس الكلام لما انت بتجو ثرو الالكترونيك health records او health records بقى الكتيره بتاعه العيان، انت بقى عايز تجمع. لو فاكرين الدايجنوزز الشابتر بتاعنا لما بناخده، تخيلوا كل الداتا اللي احنا بنقعد نجمعها دي عايزين نربطها عشان في الاخر نطلع دايجنوزز ومنه تريتمنت بلان. فين بدأت تتطور جدا خصوصا بعد 2020، لان طبعا انتوا لاحظتوا ان في الفترة دي حتى احنا كدكاترة اسنان لقينا نفسنا مش عارفين نتواصل مع المرضى بتوعنا. فبالتالي الارتفيشل انتليجنس بدأ يخش، وخصوصا في الحاجات اللي هي ان انا اقدر اعمل ريموت دايجنوزز للعيانين بتوعي، وبدأ يظهر حاجات زي الواتساب، وبدأت تظهر حاجات احنا بدأنا نعملها كده مع بعض، سوري يعني بالبلدي، لكن بدأت حاجات من بعدها تظهر زي الشات بوتس والهيلث كير شات بوت، يعني حد انت بتكلمه كمبيوتر اصلا وممكن يقول لك لا انت دلوقتي مريض، انت المفروض تتوجه لاسرع لاقرب مستشفى مثلا. وزي ما انتم شايفين يعني في مجالات كتيره جدا للارتفيشال انتليجنس ان هيلث كير، زي الروبوت اسيستد سيرجريز مثلا والدايجنوزز والفرود ديتكشن، حاجات ليها كمان علاقه بالفاينانس بتاع الارتفيشال بتاع الهيلث كير. تعالوا نشوف مع بعض شويه ابلكيشنز كده وازاي الارتفيشال انتليجنس فادنا في الهيلث. It's the symbiotic relationship between the human and machine that brings the magic of AI to medicine in a meaningful way. Now we have the tools to make a huge difference to human life. Cancer research is increasingly powered by data. Those data remain siloed across institutions. We're creating a data ecosystem that allows people to share data and making sure that we're doing that in a way that still maintains the privacy of the patients. With the power of AI, we can go after the unknown. And I can guarantee that we'll find something that nobody expected. Sudden infant death syndrome scares every mother and father, and it is a problem. We have to change. The collaborations Microsoft AI for Health will help to start this next step of our discovery. Our data show very convincingly clear correlation between smoking and SIDS, and just changing behavior can save children's lives. You cannot measure the benefit of that. It's a sad day when the patient comes in and I can't impact them. Through AI for Health, we will be building an AI solution that can autonomously diagnose diabetic retinopathy.
With the portable camera, I can take healthcare to the patients who would not be able to come to us. I want you to look right here. Going forward, we can address the 500 million patients that are out there and disrupt this disease. AI for Health and Iris together can have that impact. Today, there are 200,000 leprosy patients diagnosed every year. If you catch it in the stage of a skin lesion, you can cure the person. We are teaching an AI algorithm to recognize leprosy in an image of a skin lesion. With AI, we can help patients help themselves to get to the right experts at the right time. If you can help a child to not lose their fingers, that means everything. طيب اكتبوا لي كده في الكومنتس، انتوا شايفين الاي اي هنا ساعدنا في ايه؟ يعني لو حد بقى متابع معايا. طيب هل انتوا شايفين ان هو دلوقتي بقى لايف سيفنج؟ يعني هو دلوقتي لما جمعنا فيه بدا اللي هو السادن ديث سيندروم بتاع الاطفال، اكتشفوا ان سببه هو السموكرز او الامهات اللي بتدخن، وده بعد ما جمعوا الداتا بتاعه العيانين. طيب بتاعه الامهات بعد كده في الديابيتس، الناس بيجي لها ممكن يحصل لها ريتينوباثي، يعني هي ممكن تفقد نظرها، فيوزنج اي اي مع التصوير بيبدا يعني يلقط اول ساينز اوف ريتينوباثي هنا في الـ في الـ في, الـ في اللوبس او الجزام. يعني هو بيبتدي اصلا بسكين ليجن، ف ان احنا نقدر نعمل ديتكشن للسكين ليجن بالسرعه يوزنج اي اي، احنا كده انقذنا الاطفال دي ان هي ما تفقدش اطرافها. فمش بس تشخيص الامراض يا محمد عامر، لا بس ده احنا كمان احنا بننقذ حياه ناس. طيب يبقى الـ AI applications in healthcare عامة ساعدتنا في operations research، ساعدتنا في حاجة اسمها precision medicine حسب الجينومكس بتاعته، حسب الصحة بتاعته، حسب الـ healthcare، حسب الـ surroundings بتاعته. الـ healthcare wearables إن أنت تقدر تعمل monitoring للعيانين، الـ genomic، الـ drug discovery. احنا في الدنتست ده عندنا ثوره رهيبه جدا عايشين فيها، كميه رهيبه جدا من داتا او سوتد ان هي تو ابلاي اي اي تاسكس. خلينا نرجع تاني لشابتر الدايجنوزس بتاعنا. لو انت فكرت انت طول ما انت ماشي عمال بتكولكت داتا، طول ما انت ماشي، ولو شغال كمان ديجيتال فانت بتعمل انترا اورال سكانينج، شغال بتعمل سي بي سي تيز، وبعدين مش بس كده، ده انت بتاخدها ثرو اوت البروسيس، انت بتاخدها في الاول وبعدين مثلا يعني فكروا في الاندو، انت بتاخد في الاول وبعدين بتاخد في النص وبعدين بعد ما بتخلص بوست اوبريتيف. كل تجميع الداتا ده بيخليك ان انت بتاخد نفس الداتا لنفس العيان على مالتيبل تايم بوينتس، فانت كده عندك داتا رهيبه لنفس العيان رهيبه كبيره جدا، فتقدر تعمل كروس لينكينج وانتجريشن بين الداتا دي، فتقدر تعمل بعد كده دايجنوزز وبريدكشن وديسيجن ميكينج لمرضى زي مرضى تانيين هيجوا بعده. طيب ايه كمان؟ انت كمان عندك كونديشنز كتيره جدا في اسنان، كتيره جدا، كيرس وعندك ابيكال ليجن وبريدونتال بون لوس، فانت عمال بتجمع داتا لكل حاجه من دول، فانت هتجمع داتا سيتس كتيره جدا with high numbers لافكتد كيسز throughout البروسيس بتاعه التريتمنت بتاعتك. زي ما انت شايف دي كلها داتا احنا بنقدر نجمعها، وطبعا احنا بنعمل لها زي بروسيسنج بحيث ان الكمبيوتر يقراها ويبدا يتعرف عليها. طيب يبقى احنا بقى عندنا ما يسمى بالديجيتال داتا. وتفتكروا لما قلت لكم على الموديل في الاول خالص، يعني اول حاجه بيبتدي فيها اول ثلاث خطوات معتمدين على الداتا، والداتا زي ما احنا كده لما زي ما انتوا شفتوا ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى الاشعاعات، ممكن تبقى الهيلث ريكوردز، ممكن تبقى الصور بتاعه العيان، كل حاجه انت بتجمعها. فبقينا نسمي دلوقتي الداتا النيو اويل، اللي بنزين او النيو بترول يعني. اوكي، فالفورث اندستري هيبقى مشترك سولوشن.
الداتا اللي احنا عايشينها، احنا اصلا طول ما احنا قاعدين احنا وي ار بنطلع داتا. يعني انت وانت بتبعت حاجات على الواتساب انت بتطلع داتا، انت على الفيسبوك انت بتطلع داتا، كل واحد فينا احنا وي ار يعني generating data. Data is exploding. No human being can keep track of all of it. ولا إنه هو يعمل make sense of it. خلاص؟ ما تقدرش أنت تجمع قدرتك الذهنية، ما تقدرش أنها تستفيد من كل كمية المعلومات دي. خلاص؟ بعد سنة 2020 الـ amount of data created كانت it reached 44 زيتا بايت. الزيتا بايت بيقولوا 10 to the power 17. والزيتا بايت الواحد اللي هو بيبقى بيكلمه الألف زيتا بايت، الألف بايت أو كده، دي بيبقى عايزة يعني داتا سنتر يتعامل معاها. يعني دي كمية رهيبة. 8% of this data is unstructured. هنعرف يعني إيه unstructured. We, it was doubled. The data was doubled every 73 days في سنة 2021. طيب إيه الelements بتاعت البيج داتا؟ زي ما قلنا الإلكترونيك هيلث ريكوردز، الميديكال إيمجز باختلاف أنواعها بقى، الإكس رايز والسي بي سي تيز والإم آر آيز وحتى الديجيتال فوتوغرافس العادية، الإنترا أورال سكانز، كل الحاجات دي. All of the omics studies, omics, الحاجات الجينومكس دي كلها من أنواع الداتا المهمة جدا بالنسبة لنا. وحاجة اسمها الانترنت of things وحنتكلم عليها. الداتا ليها نوعين، يا إما structured data يا إما unstructured data. أنا عايز الناس اللي تطلع من المحاضرة دي يبقى عندهم overview حلو قوي عن إيه هو artificial intelligence، عشان لما أقول لك تعالى بقى تعلم، لا أنا سمعت وعارف الموضوع بيتكلم عن إيه. ايه هي الستراكتشر داتا؟ الستراكتشر داتا هي اي داتا اقدر احطها في جداول. زي ايه؟ زي مثلا عندنا اللي هي التحاليل بتاعه المريض، دي اقدر احطها في جدول، فدي نوع من انواع الستراكتشر داتا. طيب ايه الانستراكتشر داتا بقى؟ الانستراكتشر داتا هي كل الحاجات اللي هي ليها علاقه بالصور، السلايدز مثلا، الديجيتال سلايدز زي اللي بتاعه الباثولوجي، زي ما قلنا الراديوجرافز، فدي حاجه اسمها انستراكتشر داتا. طيب الكمبيوتر لما بيشوف الانستراكتشر داتا هو بيشوف الايمج بالشكل ده، هو ما بيشوفهاش صوره، هو بيشوفها عباره عن بيكسلز وشويه مربعات. المربعات دي الرينج بتاع الوايت تو بلاك من 0 to 155. اوكي، فهو دي الطريقه اللي هو بيشوف بيها الصور. طبعا الصور الملونه بيبقى ليها قصه تانية، يعني ان هو بيحلل الاخضر، بيحولها الاخضر اللي هو الار جي بي، وبعدين بيشوف برضه الجراي سكيل بتاعها. اوكي data and head over to our first case. Like most image annotation or diagram viewer, Darwin allows you to manually label things within images by making, for example, a polygon map. يعني ان احنا نقدر نجهز الداتا بتاعتنا، لان الداتا بتاعتنا بتبقى يعني ضخمه جدا، فانا عايزه اجهزها ان هي تخش في الموديل، فبالتالي بنعمل حاجه اسمها انوتيشن. فبقى عندنا دلوقتي سيستمز، وبقى عندنا دلوقتي بروجرامز زي مثلا في 7 او موناي، حاجات كتيره تخلينا ان احنا نقدر نعمل اوتو انوتيشن. ان انا مش كدكتور لازم اعلم كل اكس راي اقول للراجل ده عنده كانسر، الراجل ده ما عندوش كانسر، الراجل ده عنده بري ابيك ليجن، الراجل ده ما عندوش، او اقعد اعلم على الابسس في كل عيان، بحيث ان الكمبيوتر او كده يقدر يقرا بعد كده الداتا دي. فخلينا نشوف بيعملها ازاي. However, as an AI platform, it also allows you to leverage AI to make these annotations autonomously. You use the auto annotate or N as a shortcut to create segmentation masks automatically. Darwin tries to understand the objects you're encapsulating, such as this white matter lesion, and paints its pixels. You can click on a new area included, and as you'll notice, the accuracy of it is at a pixel level. You can also add comments on the images to discuss cases with your colleagues or annotations if you're part of an annotation workforce. And here's another tip. خلاص يبقى هو دلوقتي علم على واحده، هو راح يعني انت كدكتور علمت على ليجن، راح هو اوتوماتيكلي لما انت بس عملت كده بديتكشن، راح عمل سيجمنتيشن او علم بالظبط الليجن المفروض مكانه فين اوتوماتيكلي. فطبعا ده بيوفر وقت رهيب جدا، ده غير ان انت تقدر تعمل ليبلنج عشان لو في كوليجز او حاجه يقدروا يفهموا الشغل اللي انت عامله. طيب يبقى احنا قلنا ان من المصادر الداتا بتاعتنا، قلنا على الحاجات اللي هي ليها علاقه بالالكترونيك هيلث ريكوردز، اتكلمنا على الايمجز باختلافها. حاجه بقى جديده وجميله جدا اللي هي الانترنت اوف ثينجز. حد سمع عن حاجه اسمها انترنت اوف ثينجز؟
ما حدش سمع عن الانترنت اوف ثينجز. طيب الانترنت اوف ثينجز زي مثلا فكره السمارت هومز، او ان انت بتبقى اجهزه بتقدر توصلها ببعض، اوكي. وطبعا برضو يعني استخدامها كبير جدا باي ذا يير 2020، زي مثلا الويربلز، الناس اللي عندهم اللي هي الابل ووتش، دي نوع من انواع الاي او تي، لان هي ممكن ترسل داتا مثلا ليها علاقه بالفايتلز بتاعتك لي مثلا لاي تي سنتر او حاجه زي كده. طيب من الاي او تي طلع لنا حاجه اسمها انترنت اوف ميديكال ثينجز. انترنت اوف ميديكال ثينجز فيها حاجات كتيره جدا، ويربلز، باتشز، حاجات كتيره ممكن هي بتطلع لي مثلا كل الداتا بتاعت العيان وانت مش موجود، مثلا انت مريض وانا دلوقتي عايز اعمل لك مونيتورنج وانت في البيت، فانا ببعت الداتا بتاعتك او الداتا بتتبعت بتاعتك اوتوماتيكلي للمستشفى او الدكتور اللي بيعالجك، وخصوصا لو انت مثلا واحد زي الناس اللي عندها مشكله في الهارت، فلو انت عندك مشكله وبدا يتكون مثلا عندك حاجه تخليك ان انت لازم تتوجه للمستشفى، فبتديك الارم او بتدي للاي تي سنتر في المستشفى ان انت في خطر. فهي بتعمل حاجه اسمها continuous stream of data، طول ما انت شغال في، طول ما انت قاعد في داتا عماله تتبعت عنك، وكمان بتعمل continuous monitoring ان انا كمان اقدر اوف كلينيكال ان انا اتابعك، فده بيقلل طبعا اللي هي وجود الناس في المستشفيات والانتظار والكلام ده كله. طيب طلع لنا من الانترنت اوف ميديكال ثينجز، بقى بدانا كمان نتكلم على حاجه اسمها انترنت اوف دنتال ثينجز، ان كمان ان ممكن بقى، وده طبعا ابحاث بس اللي بدات نتكلم على الموضوع ده، ان انا عن طريق الانترنت اوف دنتال ثينجز ان انا ممكن اعمل برضو مونيتورنج للمرضى بتوعي وهم بعيد عني، ونقدر برضو ده ينفعنا في الريسيرش، زي مثلا السمارت دنتال هيلث، ان انا عن طريق مثلا صوره موبايل او ايمج كابتشرنج ديفايس، وحوريكم حاجه مثال ليه في الاخر، يحصل بروسيسنج يوزنج الاي اي ويتبعت الداتا بتاعتك للاي تي سنتر او للدكتور بتاعك، تمام. او مثلا ان ممكن ان اعمل، انا عايز اعمل مونيتورنج للبكتيريا، فبنستخدم حاجه اسمها بايو سنسورز، او ممكن ان انا عايز اشوف الامبلانت بتاعتي هل بيحصل فيها مايكرو ديسبيسمنت او حاجه، فبرضه بنستخدم سمارت امبلانتس، وممكن بنستخدم كمان حاجه اسمها سمارت ماوث جارد، ان هي بتقيس لي البايت بتاعتي وتبعت لي الداتا دي، فطبعا دي كمان بتبقى مفيدة جدا جدا في الناس اللي عندها مشاكل بالنسبة لموضوع الأوكلوجن والكلام ده كله، ان انا اقدر اعمل له مونيتورنج وهو بعيد. طيب احنا عندنا داتا كتير جدا، عايزين بقى نبدأ ننقل الداتا دي، فاحنا محتاجين يبقى عندنا انترنت قوية جدا، فبدأ يظهر علم جديد اسمه 5G. معلش الحاجات كتيرة يا جماعة، بس انا حابة ايه ان احنا نبقى عندنا فكرة كويسة عن الموضوع. طيب ال 5G مش زي الانترنت اللي احنا شغالين عليها دلوقتي اللي هو اقفل الراوتر وافتحه، لا، ال 5G ده المفروض ان هو هيساعدنا ان احنا نبعت كمية رهيبة من الداتا، وخصوصا ان كل عيان ممكن يعمل more than يعني جيجا بايتس رهيبة جدا لكل نوع من الداتا. فده ساعدنا ان احنا يبقى عندنا حاجه اسمها اونلاين كونسلتيشن، ان انا ممكن عن طريق زي ما قلنا الويربل ديفايسز، ان انا على طول لو في اي مشكله ان ببدا اتحرك للعيان بتاعي او بتدي الارم للعيان. وكمان بقى عندنا حاجه اسمها ريموت سيرجريز، والريموت سيرجريز دي بيكام بوسيبل عن طريق ال 5G، لان انت ممكن تكون في مكان وبتعمل عمليه لمريض وهو في مكان تاني خالص عن طريق الهابتكس، فطبعا لازم ما يكونش في اي لاج، ولازم تكون الانترنت قويه جدا عشان تقدر تعمل العمليه للمريض ده. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا على ايه الحاجات المهمه في الارتفيشال انتليجنس، وهي اهم حاجه خلاص بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، احنا عايزين نعمل اي اي، يبقى انا محتاج يبقى عندي الداتا المناسبه. طب تعالوا بقى نشوف الاي اي نفسه بيشتغل ازاي، بيفكر ازاي. طيب احنا لما حاول اقول موديل، فهي الموديل ده هنعتبره بالنسبه للانسان هو الانتليجنس بتاعه. لما اقول داتا فهي الليرنينج ماتيريالز اللي انت كانسان بتتعلم منها عشان تقدر بعد كده تدي قرار، والسكيل او الليرنينج سكيلز بقى اللي هي الطريقه اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي، الطرق اللي بيتعلم بيها الكمبيوتر او الموديل المختلفه.
عندنا في الـ Artificial Intelligence في sub category اللي هو Machine Learning و Deep Learning. اوكي، الـ Learning ده بيتعامل مع الداتا اللي هي بسيطة شوية وبرضو هي اللي بتبقى عندك مشكلة جديدة بترجع للخبرات دي فبتبدأ تتخيل أو أنت ممكن تحلها إزاي. نفس الكلام بالنسبة للموديل، إن هو من هيستوريكال داتا ويتدرب عليها، لما تخش له داتا جديدة يبدأ هو بقى يبريدكت ويطلع لنا أوت. وطب بين البروجرامينج والداتا، إن أنت البروجرامينج أنت بتبقى كل حاجة بتدي له داتا وبتدي له مثلا أرقام. يعني طيب انواع الماشين ليرنينج: سوبرفايزد ليرنينج، انسوبرفايزد ليرنينج، رينفورسمنت ليرنينج. تعالوا نتكلم كده سريعا على كل نوع فيهم. طيب نشوف هاو ماشين ليرنينج وركس. اوكي، زي ما قلنا بنختار الداتا سيت، بنعملها بريباريشن، بترين الاي اي موديل، وبعدين بنعمل اسسمنت للريزلت. اوكي، ودي الخطه بتاعتنا. فالفرق بين السوبرفايزد ليرنينج والانسوبرفايزد، انتم مش زي ما انتم شايفين، انا بدي للكمبيوتر الداتا، بقول له الصوره واقول له واعرفها له، لكن الانسوبرفايزد انا بدي له كميه مثلا قطط او كلاب، وهو بيبدا يعمل كلاسترنج، بيشوف ايه الحاجه الكومن ما بينه وبيبدا ايه يجمعها مع بعض، فقال ان دول قطط ودول كلاب عشان دول شكلهم، يعني دول شبه بعض ودول شبه بعض. طيب السوبرفايزد ليرنينج انا بعمل ايه؟ زي ما قلنا احنا بنبدا نعلم الكمبيوتر، فبنعلم الكمبيوتر عن طريق ان انا بدي له داتا ليبلد. اوكي، يعني زي ما هنا بتقول له بلاي يلعب براون بني، فهي بتبدا تعمل له ده ليبلد. اوكي، فانا بقول له ذس از تمام، يجي بعد كده خلاص الراجل مشي، فقال طيب ماشي بس هي شبه الحاجات اللي اوكي. طيب يعني هو انا بدي له كلها واقول له اتصرف، انت عامل لي كلاسترنج شوف مين تبع مين وايه، وهو اقول له يلا اعمل الصح. فمثلا انا بديله كميه داتا على بعضها، خلاص هنشوف الكلام ده مع بعض. طبعا لو اديت له بقى داتا شكل في الانستراكتور داتا واقول له يلا عيش حياتك، طبعا ايه انتوا متخيلين طبعا الاوتبوت هيبقى طالع شكله ازاي. على فكره ده كلب زغنطوط ودي كابكيكس. طيب الريينفورسمنت ليرنينج ده النوع الثالث، طبعا احنا عارفين الاثنين دول، فتخيلنا طبعا الريينفورسمنت ليرنينج كده بيستخدم في ايه. فالريينفورسمنت ليرنينج ده بيشتغل على فكرة الفيدباك، يعني ان هو بيتعلم من نفسه طول ما هو شغال. بعد كده طبعا ده بنستخدمه اكتر حاجه في الروبوتكس و الالينس. اوكي، طيب داتا اللي هي البسيطه، لكن لو احنا بقى عندنا مور كومبلكس داتا هنخش في، يعني نخش في حاجه اسمها ديب ليرنينج. الديب ليرنينج ده بيبقى عامل زي فكره المخ، ففكره ان هو يعمل ايه. التاني احنا كنا بنعمل فيتشر اكستراكشن، كنا بنقول له هنا ده كلب ده قطه ده كذا، لكن هنا لا، انت بتدخله الداتا وهو بيبدا يشوف ايه الحاجه، يعني ايه اللي موجود في الحاجه دي. يعني انا مثلا بدي له داتا كتير وبعلمه وبقول له انا عايزك تعرف لي ايه المشكله اللي هنا، فبيبدا هو يشوف ايه الحاجات الكومن ما بينهم، وبيبدا مثلا لو صوره يبدا يشوف كل جزئيه فيها، الاول الادجز وبعدين يبدا يشوف داخليا ايه الحاجات اللي موجوده فيها ويبدا يطلع لي الاوتبوت. فهو اللي بيعمل فيتشر اكستراكشن لوحده. اوكي، بيعمل فيتشر اكستراكشن مش زي الانسوبرفايزد، هو بيعمل فيتشر اكستراكشن فعلا ويبدا يطلع لك اوتبوت، لكن احنا ما بنبقاش عارفين هو قرر
على اساس ايه؟ مثلا ان انا دخلت له صوره شجره وان هو قال لي ان هي فعلا شجره، احنا مش بنعرف هو قرر الكلام ده على اساس ايه، لان هو بيسمى بلاك بوكس، بنسميه بلاك بوكس، احنا ما نبقاش عارفين الديب ليرنينج قرر القرار ده على اساس ايه. اوكي طيب، يعني فبالتالي لو احنا فكرنا اللي احنا شفناه ده مثلا اللي هو موضوع الديب ليرنينج ده، فمنه سب كاتيجوري اسمه كمبيوتر فيجن. ازاي كمبيوتر بيشوف؟ هو ممكن يعمل كلاسيفيكيشن، يقول لك دي مثلا دي قطه، او يعمل كلاسيفيكيشن اند لوكاليزيشن، او يعمل اوبجكت ديتكشن، او يعمل انستنس سيجمنتيشن، وبرده هنشوف الكلام ده كله في الاسنان. ولما تيجوا بعد كده مع بعض انا هسالكم احنا هنا مستخدمين ايه، وده اللي احنا عايزين نوصله، ان انت لما تشوف تكنولوجي تعرف هنا احنا مستخدمين ايه في التكنولوجي بتاعه الاي اي. وممكن كمان نعمل image tracking في using a computer vision. طبعا تخيلوا بقى لو احنا عملنا ايه، انت بتعمل model ان هو يتعرف على الage والمود والجندر بتاع البني ادم، ولقيت المنظر ده قدامك، واحد مكتوب الage 230 والمود angry والجندر unknown. فتخيل بقى. طيب نوع تاني من انواع ال deep learning اللي هو natural language processing. احنا قلنا الكمبيوتر بيشوف وكمان بيفهم اللغة، فالماشين ليرنينج ميثود ده كان إليه الكمبيوتر ان هو يفهم وينظم اللانجوج اللي قدامه دي علشان يطلع منها انسايت. طيب وجود الكلام ده في الهيلث كير كان مفيد جدا، لان هو بيخلينا نعرف ونعمل اناليسز وانتربريت للهيوج اماونت اوف بيشنت داتا سيتس. تعالوا نشوف كده مع بعض. Medical records are reshaping the US healthcare industry at exponential speed. The U.S. population is now over 326 million people, the third largest in the world. But healthcare data production now dwarfs the U.S. population, is multifaceted and unstoppable. Think about it. If there are 4 billion U.S. medical records created annually, that's 127 medical records created every second. And keep in mind, the average person can only read 200 words per minute. The healthcare industry has a serious data problem. Medical records hold valuable insights to patient care, but how can the healthcare industry possibly read and communicate insights at such a high rate of production? It's humanly impossible. If there were only a solution that could read and highlight the valuable insights contained within any type of medical record in sub-seconds, regardless of format, this is why we do what we do at SciTrue. We understand the burden that healthcare experts have when reading through medical documentation for the purposes of abstracting key information and communicating that information downstream for results. Our technology reads and understands medical records similar to the way a healthcare expert does. Healthcare experts are quickly pointed to the areas of the medical record that support their activities, whether for medical record review, medical record audits, or population gleaning information such as medications, procedures, and allergies, to name a few. No more searching through the patient's longitudinal record to see if the surgical note contains the procedure you were looking for. No more reading through volumes and volumes of medical records only to discover what you were looking for is on page 302 of 300. شفتوا بقى قد ايه natural language processing مهمة؟ يعني كمية الداتا دي انت ممكن انت كبني ادم تخيل الكمية الرهيبة دي، انت هل تقدر تطلع منها insights؟ واحنا اصلا عندنا حاجات historical data كتيرة جدا، هل احنا نقدر نستفيد منها؟ نقدر نستفيد منها عن طريق artificial intelligence. فالnatural language processing ممكن يعمل لنا identification of clinical relationship in patient records. انا في عيان ماشي في اتجاه، في عيان زيه قبل كده حصل له كذا وكذا وكذا، فانا هبدا اربط الداتا بتاعت العيان ده بالعيان ده. disease identification، انا ممكن برضو انا جايالي داتا كده، انا ببقى اقدر اعمل diagnosis عن طريق ان انا كان في مريض قبله كان عنده نفس الحاجه وتشخص. disease classification، ان انا برضو اقدر اعمل افرق بين الامراض وبعضهم. وديزيز بريدكشن، ودي من اهم الحاجات، ان انا يبقى عندي لسه العيان في بدايته ان عنده مشكله فاقدر اعمل بريدكشن واقدر الحقه. طيب من الحاجات اللذيذه جدا هنتكلم عليها بس اخر حاجه في
جزء بتاع تعريف الـ Artificial Intelligence هي الجانز وهي الجنراتيف ادفيرسيريال نتورك. يبقى احنا عشان بس ما نتلخبطش يبقى احنا اتكلمنا الاول ايه هي الداتا وان الموديل بتاعنا بيحتاج داتا، وبعدين ابتدينا بقى بنشوف الموديل بتاعنا. الموديل اللي هي طريقه الارتفيشال انتليجنس ليرنينج سواء ماشين ليرنينج وقلنا انواعه سوبرفايزد اللي احنا نعمل ليبلنج او ان سوبرفايزد بتبقى الداتا ان ليبل بس الداتا دي بتبقى مش ضخمه، او ري انفورسمنت الحاجات اللي بنستخدمها في الروبوتكس. وبعد كده دخلنا في الديب ليرنينج و من انواع الديب ليرنينج الجانز اللي هو الجينيريتيف ادفيرسيريال نتورك، وانتوا كلكم بتستخدموه الفتره دي. اوكي بصوا كده بالنسبه للاثنين بني ادمين دول اللي انتوا شايفينهم، مين فيهم حقيقي يعني ان هو بني ادم حقيقي عايش معانا على الارض؟ لا فوقوا معايا كده في الكومنتس اليمين ولا في ولا الشمال. طيب عامه هما الاثنين مش حقيقيين، هما مش بني ادمين عايشين معانا على الارض اصلا، دول اتعملوا عن طريق الجانز. In this reel you're going to see my amigo Chris Umi. He's going to introduce to you the wonderful world of deepfakes. How AI and VFX are unlocking the future of our imagination. What's up TikTok? You guys cool if I play some sports? كلكم سمعتوا عن هل هو مفيد في أسنان؟ هنشوف مع بعض لايف بورتري أظن دي ظهرت فترة فترة كده قعدنا جلوتيف كده اسمها جود فيلو سنة مهارت في سيريال. المود ده عباره عن دي اتنين مودلز قصاد بعض، الموديل اسمه جنريتور والتاني ديسكريمينيتور. الجنريتور اللي هو ايه زي الحرامي كده، هو بيحاول ان هو يزور حاجه. اوكي وهنشوف مع بعض استخدامه بعد كده في اسنان. الديسكريمينيتور هو بيشوف هل الحاجه دي فيك اور ريل، هل هي حقيقيه ولا لا. فالجنريتور يفضل يعمل في صور مثلا بني ادمين او صور حاجات معينه لغايه ما الديسكريمينيتور ما يقدرش يفرق هل هي ريل اور فيك. طيب ايه الابلكيشنز اوف جانز في فكرة اللي هو الـ generation of human faces، أو إن أنا بعمل pose editing ممكن إن هو لو صورة 2D إن هي مثلا يخليه يغير البوز بتاعه. أوكي وممكن يغير الـ editing الـ expression بتاعه. دي هل أنتوا شايفين إنها ممكن تنفع في أسنان؟ فكروا كده. ممكن image to image translation ترسم تطلع لك صورة. وكان في application اسمها generation object generation ان انت بتبقى عندك صورة 2D وممكن تحولها ل 3D object. طبعا دي بتنفع مثلا في الاساس وكده، وبرضه بتنفعنا في اسنان وهنشوف الكلام ده ازاي مع بعض. طبعا في لو بصينا بقى في الهيلث كير بتنفع في ايه؟ لو انا عندي الداتا بتاعتي قليله وانا عايز داتا جديده فممكن بالجانز ان هي تعمل لي داتا جديده، زي مثلا في حاله زي دي هو عامل ام ار اي ممكن نحولها لسي بي سي تي، ان انا عندي داتا مثلا قليله في السي بي سي تي فانا عايز اعملها يوزنج الجانز. او ممكن ان انا اعمل صور، انا محتاج صور فمثلا بالبي جي جان الصف اللي تحت ده كلها صور معموله اوكي عن طريق ان هو عمل بس يعني زي ميكسنج بين الصور اللي موجوده من قبل كده. ممكن يبقى مفيد جدا في مثلا ان انت تعمل جنريشن للدي ان اي سيكونسز تكون محاربه
للكانسر، وكان في ستادي معمولة بالموضوع ده. ممكن كمان نعمل بحاجة اسمها كامجان، نحن نعمل أدوية يعني ان هي تقدر تعالج أمراض من غير بقى ما نقعد نجرب كيميكلز وبتاع، ان انت بتحط الـ يعني تعمل لك السيكونس المظبوط للدراج اللي ممكن يعالج أمراض معينة. وممكن كمان يعمل ميديكال إيمج سيجمنتيشن. طيب مع وجود الـ AI بقى احنا دلوقتي خلاص احنا بقى معانا AI ومعانا big data، داتا ضخمة جدا. بقى عارف اللي احنا هنا ان كل مريض ما احط له كده الحشوة نقول له جسمك رفض الحشوة There are video cameras that are viewing the patients as they are being treated. The sensors and the cameras viewing the patients can help determine the stress level of the patient. Then with machine learning algorithms we can figure out what causes those additional stresses, and then how can we reduce the causes of those stresses. The faculty can observe each operatory. You can see how the student and the patient are interacting. The cameras make it easier for us to supervise, but in a less intrusive manner. This is data that was previously not available, and it's being gathered in real time. Columbia University is one of the first universities to combine dental records with electronic health records. The goal here is to add the combination of genomics, electronic health record, and the digital data from our environment to provide that unique precision treatment for each individual patient. طيب يبقى احنا شايفينه قدامنا ده ان هو مطبقينه في اليونيفرسيتي في كولومبيا، ان اليونتس بتاعتهم هي نفسها هي بتعمل داتا كولكشن، وحتى البيشنت نفسه بتاخد الفايتلز بتاعته طول ما انت شغال، فهو بيشوف انت مثلا ايه الحاجات البروسيجرز اللي زودت المشاكل او اي حاجه. يا جماعه الصوت واضح ولا لا؟ بليز تقولي في كومنتس. طيب اوكي، بعد بقى الكلام الكتير اللي احنا قلناه، احنا بقى في اسنان احنا فين؟ تعالوا بقى نشوف شويه ابلكيشنز كده الموجوده في الاندنتسري. وانا عايز اقول لكم ان احنا لسه في الانفانسي بتاعه الارتفيشال انتليجنس. الارتفيشال انتليجنس ممكن نستخدمه في الدايجنوزز اندنتسري. ازاي؟ يوزنج، فكروا بقى الحاجات اللي احنا قلناها كلها، كل نجمع بقى الارتفيشال نيورال نتوركس ممكن تساعدنا جدا ان احنا نعرف الايتيولوجي اوف ديزيز، ولو في اصلا ديزيز، لو انا مثلا عندي اكس راي زي ما هنشوف في الفيديو اللي جاي. انا طبعا حاطه فيديوز كتير عشان الموضوع يبقى قريب. In a world of demanding patients and ever evolving technology, the dentists with the best equipment, data and analysis have the edge. But today, many dentists are still analyzing dental x-rays manually, and for large dental practices this presents a few problems. Doctors might see different things in the same x-ray or miss something important altogether. And if a diagnosis feels subjective, patients might lose trust in their doctor's recommendation. That's where Pearl steps in. We used our industry-leading computer vision platform to create an application that identifies dental pathologies diagnosed in x-rays. To do this, we collected millions of dental x-rays and recruited world-renowned dental experts to examine and identify any pathologies they find. These annotated x-rays were then used to train our AI through the process of deep learning, which allows it to spot even the tiniest details. Since dentists using the product can offer feedback, the system is always getting smarter. And since Pearl is HIPAA compliant, its AI can analyze any data in the patient record, revealing trends across time and across patients. The results so far have been remarkable. Pearl can instantly identify dozens of typical pathologies with 3 times the accuracy of the average dentist. And it doesn't just find issues, it helps doctors explain predictive statistics to patients, leading to happier, healthier smiles. Pearl, the future of technology-enhanced dental care.
طبعا هي دلوقتي ده كده ملخص لك البروسيس بتاعه الاي اي عامه. هي فكره ان انت بتاخد داتا وتعملها انوتيشن وتبدا تغذي الموديل بتاعك، وهو عن طريق الديب ليرنينج هتلاقيه مطلع لك الاوتبوت. انت بتقول له ده مثلا ده عنده كانسر، ده هنا في كيرز، في هنا بيريدونتال ديزيز، هو اوتوماتيكلي بعد كده هيبدا يتعرف ويربط الحاجات دي ببعضها. فاي حاجه بقى من اللي احنا هنقوله بعد كده هتلاقيها تقريبا واخدة نفس يعني دي التكنولوجي اللي وراها. بيرل طبعا من الشركات اللي ابتدت في الأول خالص في موضوع الارتفيشل انتليجنس في حتة السكند اوبينيون سيستمز، وهي دلوقتي FDI approved. Alexa, ask my helper to show all of number 24. طبعا ده هنا الدنتال اسيستنت. طبعا احنا بنبقى ايدينا مليانه بقى يعني بنبقى لابسين جلافز وحاجات زي كده، فطبعا فكره وجود اليكسا وسيري ان هم يبداوا يعرضوا لي الداتا بتاعتي يوزنج اللانجويج. فهنا احنا بنستخدم ايه ناتشرال لانجويج بروسيسنج، ان هو بيبدا يفهم الكمبيوتر بيفهم الداتا بتاعتي ويبدا يطلع لي الحاجات اللي انا عايزها زي ما احنا بنستخدم في الموبايلز بالظبط. في الاي اي ان اورال راديولوجي طبعا يعني شايفين المنظر ده. طبعا كده انت بتقدر عن في الام ار ايز او في الكون بيمز انت اي حاجه اي مينيوت ديفيشن من النورمال انت بتقدر تتعرف عليها او الكمبيوتر بيبدا يتعرف عليها حتى لو انت مش ملاحظها. وزي ما احنا قلنا انت مش انت وانت جعان، يعني بمعنى ايه ان انت الصبح غير انت بالليل. فانت مثلا انت في اول يوم العياده بتبقى داخل نشيط كده وزي الفل، اخر يوم العياده طبعا يعني مس دايجنوزز حاجه زي الفل. فاحنا طبعا هنا لا احنا اي الكونسيستنسي ولو حاجه بسيطه جدا هو بيبدا يعمل لها ايدنتيفيكيشن. ففي سوفت ويرز كتيره بدات تخش في الموضوع ده زي دايجنوكات او مثلا ده اسمه دنتي دوت اي اي. الفكره هنا ان هو انت بتدوس على اي سنه فبيبدا يعمل لك ريبورت، وهو دلوقتي كمان بيقول لك هل انت موافق على الريبورت ده. فهنا هو مش بس بيتعلم يعني بيقول لك على حاجه، لا ده كمان بيتعلم منك، فانت كمان انت كانك انوتيتور بالنسبه له. اوكي مش بس دنتي دوت اي اي بيستخدم كده، دايجنوكات كمان نفس الكلام. وتقدروا تدخلوا تجربوا مثلا دايجنوكات لان هو بيبقى له ترايل المده كده محدوده تقدروا تجربوها. كمان من الحاجه الحلوه جدا فكره ايه، فكره السيجمنتيشن. احنا قلنا في الكمبيوتر فيجن احنا بنقدر نعمل سيجمنتيشن، فان انت دلوقتي بتقدر كل حاجة ليها علاقة ببعضها بيبدأ يعمل لها سيجمنتيشن مع بعض. بمعنى أنه يقدر يعمل سيجمنتيشن للأسنان لوحدها وللبون لوحده والنيرف مثلا لوحده. ده مفيد في إيه؟ فكروا كده معايا، ده ممكن يبقى مفيد في إيه؟ في الإمبلانتولوجي مثلا، تمام؟ لأن أنت بتبقى محتاج حتة السيجمنتيشن دي، وبيبقى فيه طبعا بروتوكولز كتيرة جدا بالهبل بتقدر تقعد بتفضل تعملها بحيث أن أنت توصل لفكرة أن أنت تشيل النويز اللي موجودة في السي بي سي تيز مثلا فور انستنس. طبعا كل مادة الأكيوريسي بتاعت الموضوع ده هتبدأ تزيد. يعني احنا ممكن دلوقتي نتعامل معاها with cautious زي ما كان دكتور رامي امبارح بيقول، لكن عشان كنت حضرت ايفنت كده هو كان موجود فيه رامي جميل، لكن شويه شويه الموضوع هيبقى more accurate. نقدر كمان نعمل السيف اناليسز، وكمان الاير واي فوليوم نقدر نعمل له segmentation وديتكشن. اوكي الاي اي ان بيريدونتولوجي دي ستادي اتعملت ان هم يقدروا يوزنج برضو الكونفولوشن نيورال نتورك بريدكت التيث ذات ار كومبرومايزد ويز بيريدونتال هيلث. اي اسنان هتحصل لها مشاكل يبدا يقول لك لا دي ان دينجر، ويبدا يعمل كاتيجورايزيشن كمان هل ده اجريسيف بيريدونتايتس كرونيك اكوردنج للاميون ريسبونس بتاعه العيان وكمان الاكس رايز بتاعته. دي ابلكيشن عملوها ان هو عن طريق التصوير بيقدر يعمل ديتكشن هل البيشنت ده عنده مشكله بريدونتلي او لا يوزنج سمارت فون سيلفيز. فهنا ده متغذي بايه؟ اكيد كان متغذي بصور كتير لعيانين، واقدر اعمل كلاسيفيكيشن اقول له المريض ده عنده بريدونتايتس والمريض ده لا. الاي اي اورثودونتكس ده من الحاجات القويه جدا، وهنا في مصر انا شايفه ان في ناس كتيره بدات تتجه ان هي تستخدم الاي اي في الستاديز بتاعتها، ودي حاجه بقت
very promising. ان انت تقدر تعمل predicting للdiagnosis of orthodontic extraction مثلا, ان انت تقدر تعمل assessing لحاجة اسمها facial attractiveness. فالشكل اللي انتوا شايفينه ده, هل انتوا متخيلين ممكن تكون ايه التكنولوجي اللي استخدمناها هنا؟ اعتقد ان هي ممكن تكون الجانز, الجنراتيف adversarial networks, صح؟ ممكن كمان في ابلكيشن زي سوفت سمايل, هو هنا بيقدر, هو هنا بعد افتر برينتينج اوف الاينرز يوزنج الداتا الجوريثم بيديسايد هاو السنه نفسها ممكن تبقى موفد, وهاو بريشر, هاو ماتش بريشر شود بي ابلايد على ايتش تول, اوكي, والكمان البريشر بوينتس على كل سنه. وقلنا قبل كده برضو موضوع السيلف اناليسز اللي بيتعمل يوزنج الاي اي. الـ AI in oral pathology دي من الحاجات الجميلة جدا جدا, زي ما انتوا شفتوا في الأول خالص موضوع ان هو عمل detection عن طريق لموضوع الجزام, سوري, يعني عن طريق الصورة. فبرضو هنا في الباثولوجي انت بتقدر تعمل prediction او ممكن كمان تعمل diagnosis او detection عن طريق الصور, وخصوصا في حاجات اللي هي اللي ليها علاقة بال digital pathology slides, اوكي. فبيقدر لو في abnormal cells بيبدأ يتعرف عليها directly using artificial intelligence, وبرضو using the annotation systems اللي قلنا عليها قبل كده بقى كمان automatically using artificial intelligence. انت بتعمل annotation ان انت تبدأ تعلم السلايد اصلا وتقول مثلا النوع ده من السلايد, النوع ده من السيلز abnormal, فهو يروح عامل direct annotation لبقية السلايدز لو فيها مثلا abnormal cells, تمام. وفي applications كتيرة جدا ليها علاقة بالموضوع ده. الـ AI in prosthetic dentistry, ودي حبيبتي بقى لأن أنا أسنان كراون أصلا, فهتلاقوها بدأت تستخدم جدا. كل الـ digital dentistry اللي موجودة دلوقتي أو الـ digital devices بدأت تبقى فيها AI, اوكي. فهنا فكره ان بيتعمل الكراونز بتتعمل عن طريق الاي اي, انت ما بتقعدش بقى انت تعمل الديزاين ولا حاجه, لا, يوزنج اي اي الديزاين بيتعمل اوتوماتيكلي. وده بيستخدم فيه ايه؟ زي ما قلنا بقى حته الجينيريتيف ادفيرسيريال نتورك, ان انت ان هو بيحاول الجينيريتور يبدا يعمل الديزاين بتاعه يبقى شبه التكنيشن اللي هو عامل اللي هو الشاطر التكنيشن قبل كده, ويفضلوا بقى هو الجينيريتور وال والديسكريمينيتور قصاد بعض لغايه ما يعمل الكراون المظبوط اللي شبه بتاع التكنيشن. وده اللي معمول بالجان, الكراون معمول بالجان, وده الكراون اللي معمول عن طريق اللايبرري. الارتفيشال انتليجنس كمان ممكن يستخدم في زي في ماده مثلا ان هو ايدنتيفاي اللوكيشن اوف يور سكان بودي, واوتوماتيكلي بيديك المعلومات اللي انت محتاجها او الكات سوفت وير محتاجها عشان يتعرف على الابطمنت ديزاين, اوكي. بقت موجوده الفيتشر دي كتير جدا, ان احنا بنشيل يوزنج اي اي كل النويز اللي موجوده او السوفت تيشو اللي انا مش محتاجها بيحصل لها اكسكلوجن وايل انترا اورال سكانينج. طبعا انا كاتبه 3 شيب بس طبعا في سكانرز كتيره بقت فيها الموضوع ده. Navigate through the set of images with the arrow keys. The first image shows the margin line. Next you have distance and thickness heat maps. Placement views with the cross section from the buccal view and different views of anatomy angles. All the images will stay in the loop so you can review it for as long as you need. When done reviewing, you can reject or accept the design, or you can skip the order, postponing a decision until later. طيب هنا ده اسمه 3 shape automate. انت دلوقتي انت بتعمل سكان وانت بتبعته, هو بقى يبدا هو يبعت لك ديزاينز مختلفه بكل الفيتشرز اللي انت شفتها, بهيت ماب موجود في السكشن, موجود كل حاجه, انت تشوف ايه الديزاين اللي انت عايزه وتريجكت الباقي. طبعا ده في الماس برودكشن هيبقى حاجه هايله جدا. السمارت مارجن بيرل اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده عندها حاجه اسمها سمارت مارجن, ليه؟ فكره ان بيتعرف على وجود الفينش لاين او المارجن بتاع ريستوريشن, ودي حاجه طبعا احنا كلنا بنعاني منها. وطبعا دي يعني بتخلينا يعني نخلص من هاسل كتير ممكن يحصل بعد كده, لان الفينش لاين من الحاجات المهمه اللي بيتبني عليها حاجات بعد كده كتير.
دي حاجة محاولة بتتعمل طبعاً، يعني فكرة إن إحنا كمان الريدكشن، طبعاً أنا متحفظة على الكلام ده جداً، بس يعني إيه هو هيتعمل على فكرة، يعني دلوقتي هو فكرة إن إحنا إن يعمل الريدكشن إن هي تبقى consistent وبتاعت عشان تقدر تستقبل restoration بعد كده. فهم عملوا الديفايس ده بانتراورال سكانر وحاجات هوريكم الفيديو بتاعها دلوقتي. فهنا دلوقتي هو بيعمل الديزاين للسنة المفروض بعد الريدكشن هتبقى عاملة ازاي. فشايفين رقم سي ده بقى، يعني هو الريدكشن اتعملت عن طريق الروبوتك ارم، ده روبوتك ارم زي بالظبط الديزاين اللي انت عملته. تعالوا نشوف الفيديو كده مع بعض. بس هنا هي از يوزنج ليزر، يعني هو هنا هيز يوزنج ليزر ده كان ايه كات السوفت تيشو الهارد تيشو انا اسفه. فهنا هو بيثبت بق العيان اوكي، وبيثبت دماغه، وبعد ما عمل سكان وعمل ديزاين للبريباريشن بعد هتبقى عامله ازاي. اوكي هيبدا يعمل الريدكشن. اوكي فهو بيثبت عشان طبعا البيشنت ايه ما يتحركش، هو روبوتك ارم خلاص متعرف. هو هنا بيعملها بطريقه هوريزونتال شويه. اوكي هو كده المفروض انه عمل ريدكشن زي الديزاين اللي كان يعني معمول يعني. اوكي طيب دي ستادي اتعملت، هم استخدموا برضو روبوتك ارم ان هو عمل بريباريشن للامينيت فينيرز. فالبريباريشن اللي اتعملت يوزنج روبوتك هم لقوا ان الفينش لاين بتاعها مور اكيوريت، والفرق بينهم هم الاثنين مش كبير خلاص. فاحنا ايه يعني ننسى الكلام ده يا جماعه عشان ايه، احنا عايزين نشتغل وناكل عيش. طيب الاي اي ان اورال اند ماكسيلوفيشال سيرجري برضو دي من الحاجات اللي بقى برضو فيها شغل كبير جدا جدا يوزنج الاي اي، وخصوصا موضوع روبوتك ارمز والروبوتك سيرجري بقت موجوده والديناميك نافيجيشن بقت موجوده تمام. فمن الحاجات الظريفه جدا دلوقتي يومي's real time visual guidance works like a GPS system. The surgeon always controls the drill. When the surgeon is close to the target, Yomi guides the surgeon into the precise angle and position. Yomi prevents any deviation from the plan. With full view of the surgical site, the surgeon precisely drills the osteotomy and is stopped when reaching the planned depth. This enables a minimally invasive flap. طبعا هنا الفكره ان انت كمان ما بقاش بقى محتاج فكره الجايدد سيرجري الستانس والكلام ده، بس هنا ده سيمي اوتوميتد، يعني ده مش حاجه ممكن نقول ان هي يوزنج ارتفيشال انتليجنس قوي. لكن حصل بقى ان هم في الصين ان هم عملوا فعلا فولي اوتوميتد سيرجري، وده كان في سنه 2017. هنا ما كانش في اي تدخل من العيان من الدكتور اوكي، ويوزنج نافيجيشن سيستم بداوا يعملوا السيرجري اتعملت اوتوماتيكلي. اوكي هنا ما فيش اي تدخل، والعمليه اتعملت في less than an hour to install two implants. طبعا الفيديو وفي شرح بعد كده الدكاتره الصينيين طبعا شارحين بعد كده ومكتوب الترجمه ازاي عملوا الموضوع ده. طيب ده بالنسبة للسيرجري. بالنسبة للبلانينج بتاع الإمبلانتس طبعا احنا لازم قبل ما نبتدي لازم نعمل إمبلانت بلانينج. فعملوا ستادي 75 حالة يعني عملوا أناليسز. دكتور اللي اشتغل ان هو بقى مكان الساينسز البون واث الكلام ده كله، دكتور اللي عمل الكلام ده تكنيشنز سوري كلينيشنز، وقصاده دياجنوكات، ولقوا ان الدياجنوكات واز مور بريسايز ذان ذا كلينيشن.
اوكي ده حتى ده بالظبط شكل الريبورت اللي بيطلع اوتوماتيكلي يوزنج اي اي للموضوع بتاع دايجنوكات او اللي هو الامبلانت بلاننج. يوزنج ارتفيشال انتليجنس كمان بقى في الاوتو ديتكشن بتاع الانفيريور الفيولر نيرف بلوك. ومن الحاجات اللي كانت اللي بتعكسنا جدا الفتره دي فكره الميتال سيجمنتيشن في يوزنج يونت اللي هو يونت ده نوع من انواع النيورال نتوركس. بدا فكره ان احنا يتقلل موضوع الميتال ارتيفاكتس اللي هو لما الميتال ارتيفاكت اللي هي لما بيكون في سي بي سي تي انت في ميتال ريستوريشن بتعمل لك زي نويز كده. فيوزنج اليونت قدروا ان هم يقللوا الموضوع ده. الايدنتيفيكيشن اوف دنتال امبلانتس الموضوع ده من الحاجات اللي احنا بنعاني منها. حتى كان في سوفت وير اسمه وات امبلانت وات تايب از ذا امبلانت او وات امبلانت از ذس او كده. فكنا نقعد ندخل بقى ونشوف وبتاع يعني عشان تعرف نوع الامبلانت ايه. فيوزنج ارتفيشال انتليجنس فكره ان انت بتغذي الموديل بانواع امبلانتس مختلفه اوكي بالانواع ويبدا هو بعد كده لما انت تدخل له نوع جديد هو بيبدا يربطه بالانواع اللي قبل كده اوكي. فممكن يتعرف على نوع الامبلانت بتاعك وانت عايز مثلا تجيب الابطمنت بتاعه يتعرف عليه اوتوماتيكلي يوزنج ارتفيشال انتليجنس. في السيستماتيك ريفيو ده الريكوجنيشن اوف امبلانت تايب اكيوريسي وصل ل 93.8 ل 98% اوكي. والبريدكشن اوف اوف اوسي انتجريشن اور امبلانت سكسس ودي حاجه مهمه جدا ودي طبعا اكيد هيبقى داخل فيها ان انت بتدخل كمان الحاجات بتاعه العيان المختلفه اللي هي الميديكال ريكورد بتاعته. فالبريدكشن اوف اوسي انتجريشن من 62% ل 80% وان شاء الله ممكن تكون قابله للزياده with more studies وممكن تكون اصلا وصلت لاعلى من كده. الريال تايم اوتوميتد سيرجيكال فيديو اناليسز دول ناس في ستانفورد عملوا الموضوع ده. فكره ان هو بيبدا يتعرف على الحركه بتاعه الادوات وانت شغال وحركه ايدك وانت شغال علشان تعمل اسسمنت للسيرجن ده. وانا متخيله ان حاجه زي كده دي برده ممكن هتساعد بعد كده ان يبقى في الاوتوميتد سيرجري يوزنج ارتفيشال انتليجنس. وطبعا ده برده لو بصينا هتلاقيه ان هي حاجه ليها علاقه بالكمبيوتر فيجن او اللي هي الايمج تراكنج والحاجه اسمها ريكورنت نيورال نتورك. الاي اي ان استاتيك دنتستري طبعا احنا كلنا في ناس كثيره مننا اخذت السمايل ديزاين وابتدينا فاكرين زمان كنا بنبتدي بالباوربوينت وكان كل حاجه انت بتدخل تعملها بايدك اوتوماتيكلي تعملها بايدك وتظبط بقى كل حاجه والفيتشر وتعمل الانتربيبيلري لاين ومنه الميد لاين والكلام ده كله وبعدين تبدا تختار الحاجه اللي انت عايزها. طيب دلوقتي يوزنج ارتفيشال انتليجنس هو بيتعرف اوتوماتيكلي على الفيتشرز بتاعه العيان المهمه بتاعتنا زي الجلابيلا الانتربيبل البيوبلز فبيعمل انتربيبلري لاين الكلام ده كله فبيعمل لي according to the patient features and according to the patient's الاناليسيس بتاعنا اللي هو كان المفروض انت تعمله وبيدي لك الايه السمايل وانت تبدا لو عايز تظبط فيها او حاجه اوكي. فاحنا هنا في فيشل ريكوجنيشن في فيشل اناليسز في حاجات كتيره جدا ممكن تستخدمها ويعني حاجه اسهل ما يكون. الاوجمنتد رياليتي ان دنتستري نعتبر ان هي نوع من انواع الارتفيشال انتليجنس لان هي فيها برضو ان انت بتتعرف على حاجه فيها كمبيوتر فيجن. فهي فكره موضوع ان انت بتعمل سمايل ديزاين دايناميك سمايل اناليسز ان بيشنت يشوف شكله وطبعا دي اسمها كابانو لكن في منها دلوقتي ابلكيشن زي ايفو سمايل انتوا كلكم تقدروا تنزلوها لو انتوا معاكم ايفون. الاي ار كمان مفيد جدا في حته السيرجري ان هو ممكن وانت شغال هو بيبقى انت مثلا لو لابس الجوجلز بتاعتك او الهيدسيت بتبدا تشوف ان انت هل انت ماشي مظبوط على الديزاين او البلان اللي انت كنت عايزها ولا لا اوكي. فالبوزيشننج اوف دنتال امبلانت از ميد ايزي باي جرافيكلي اوبتيند ريزلتس اوف اي ار. اوكي طيب كمان شوفوا الفيديو ده وهنا مستخدم الفيرتشوال رياليتي فهنا بيشوف الداتا بتاعت البيشنت المختلفه
طيب الـ AI in dental education برضو الـ augmented reality والـ virtual reality بدأت تدخل في تعليم طب الأسنان. بقى في حاجات كتيرة جدا اللي هي simulators اللي بتستخدم الـ augmented والـ virtual reality. زي هنا ويبقى مستخدم الـ haptics علشان كأن انت بتعمل نفس البروسيدر بس مش على عيان ولا بقى على التايبودونت والكلام ده. ومفروض ان انت بتحس بالريزيستنس، يعني لو انت شغال على مفروض انامل داخل على دنتين على كده، فانت بتبدا تحس بالريزيستنس using this haptics. الاي اي انتليدنتستري، انتليدنتستري دي من الحاجات اللي بقت مشهوره جدا في من بعد الكورونا. منها مثلا اللي هو الدي ام، الدنتال مونيتورنج سيستم. هو هنا ده سيستم بيستخدم علشان يعني انت المفروض بتتابع او تعمل مونيتورنج للعيانين بتوعك اللي هم عاملين اورثو. فلو اي حصل اي مثلا مثلاً موبيليتي للالاينرز أو كده، هي بتعمل الاي اي بيعمل اناليسز ويبقى إما بيبعت لك اوتوماتيد كوميونيكيشن أو انستركشن للبيشنت أو بيبعت مسج للتيم اللي هو بتاع الدكاترة بتوعك، والتصوير بتاعه بيبقى عن طريق السكان بوكس ده. فأنت هنا بتغذي بإيه برضو؟ اعتقد ان انت بتبقى الموضوع له علاقه بالالجوريثم، وبيبقى صور مختلفه لو في اي ماينيوت موفمنت او موبيليتي او كده. اوكي، فهو يوزنج السكان بوكس الصور بتبقى طبعا كونسيستنت عشان يقدر الاي اي موديل يعمل لها اناليسس. اخر حاجه اللي هي الريموت اورال بيهافير اسيسمنت سيستم. ولو خدتوا بالكم الاثنين دول نوع من انواع الانترنت اوف ثينجز او الانترنت اوف دنتال ثينجز اللي احنا حكينا عليها قبل كده. فهي دلوقتي هي بيعمل مونيتورنج ليك وانت بتغسل اسنانك، وكمان بتبعت مسج لمثلا الدكتور المعالج بتاعك هل انت فعلا يعني فعلا عملت غسلت اسنانك او الكلام ده ولا لا. وطبعا دي بتبقى مفيده جدا في حالات دكاتره الاورثو بالذات، لان انت بتبقى محتاج ان العيان يبقى لازم ماشي على بروتوكول معين في موضوع التوث بروشنج. طيب طبعا توم was the first guy losing his job because of artificial intelligence. هل انتوا بعد الكلام اللي انتوا شفتوه ده قبل كده، هل انتوا متخيلين ان احنا هنقعد في البيت ولا احنا ايه وضعينا بعد الكلام ده؟ يعني هل الاي اي والروبوتس والكلام ده هتقعدنا في البيت؟ انتوا ايه رايكم؟ يعني انا وجهه نظري لا، لان احنا السكيلز الموضوع الاي اي ده بالعكس هو ده هيساعدك ان انت تعمل شغلتك الاساسيه، وهي ان انت تهتم بالمريض بتاعك وتحافظ على الكونسيستنسي بتاعتك والكونسيستنسي بتاعتك والبريدكتابيليتي بتاعه. فانت شغلك هيبقى احسن، انت حالك هيبقى احسن، والمريض بتاعك حاله هيبقى احسن. طيب احنا بقى خلصنا اللي فات ده، احنا شفنا واتفرجنا احنا بقى وضعنا ايه. يعني هل انا كدكتور اسنان، دكتور اسنان مصري جميل، المفروض ان انا اتعلم بروجرامنج ولا لا؟ في حاجه اسمها كلينيكال اي اي تيم. يعني ايه؟ لو انت عايز تعمل اي ابلكيشن ليها علاقه بالارتفيشال انتليجنس، لازم محتاج الحاجات دي، محتاج داتا ساينتست، محتاج ماشين ليرنينج انجينير، محتاج ستاتستيشن حد بتاع احصاء، محتاج هيلث كير اي تي، ومحتاج دومين اكسبرت. دومين اكسبرت ده هو احنا، خلاص. فانت يعني المفروض يكون عندك الليترسي، ان انت عارف ان انت ايه الليترت، ان انت تبقى عارف وفاهم الكلام اللي احنا حكيناه قبل كده، وهقول لك برده ليه بعد شويه. احنا دلوقتي انا ببعت رسالتين، الرساله الاولى للطلبه. فانت دلوقتي عندك فرصه كبيره جدا، انت عندك فرصه ان انت تتعلم، ان انت تبقى تفكر اوت اوف ذا بوكس، ان انت دلوقتي لو بصيت على الـ AI in healthcare market 2020،
والهيلث كير ماركت متوقع مزيدة ضخمة على 2026. نفرض الوضع، ابدأ اتعلم، ابدأ اتعلم عن الارتفيشل انتليجنس، ابدأ تعرف اتعلم عن حاجات تانية عشان انت نفسك تبدأ تعمل وجودك كطبيب أسنان دي قوة ليك، ان انت بعد كده تبقى لو انت تعاملت مشروع يكون هو ستارت اب في الهيلث كير رهيبه جدا. المعلومات دي بتاعه الفيش انتوز ويب سيرفيس، الحاجات دي ازاي بيشتغل، عشان هو كل اللي انت بتعمله ان انت بتدخل انبوتس فقط، بتدخل له الداتا وهو بيعمل كل بقى الشغل ده without no code at all، مفيش كود خالص، وانت اللي بتبقى يعني ليدنج الموضوع. الاذر مسج از تو ريسيرشرز، المفروض دلوقتي يعني احنا نبدأ نشتغل في موضوع الـ AI. انا شايفة ان برضو الموضوع ده بدأ يجذب انتباه دكاترة كتير جوه وبرا مصر في موضوع ان احنا نستخدم الـ Artificial Intelligence ان احنا نحل مشاكل عندنا. فهو طبعا مجال خصب جدا، نشوف كل المشاكل اللي عندنا كانت ايه، وهل نشوف ان الـ AI ده هيساعدنا ولا لا. بس برضو علشان اقدر استخدمه انا شايفة ان انت لازم تتعلم عن الـ Artificial Intelligence. يعني هو ده الكلينيكال اي اي ايكو سيستم. ف التري opportunities ان احنا محتاجين ان وداتا ليترت كلينش كورس ارتفيشال انتليجنس. طبعا انا اولادي الحمد لله يعني في منهم كتير اخذوا شهاده مايكروسوفت ايجر. فاحنا يعني دلوقتي ده دورنا ودور طلبه اسنان، وانا الرساله دي انا جايه لكم بيها ان انا عايزاكم ان انتوا تبداوا توسعوا مداركم. يبقى عندكم اهتمامات تانية، حلو ان انا لازم اهتم طبعا بشغلي الاساسي، لكن انا فكرة ان انا ابقى عارف عن التكنولوجي وان انا ابقى انا شخصيا مساهم فيها، الايرا ده سهل جدا ان احنا يبقى لينا دور فيه. ف while you may think sci-fi and imagination when you hear about AI, the future of artificial intelligence in dentistry is very very real. Thank you very much. واسفه اذا كنت طولت عليكم، واتمنى تكون المحاضره عجبتكم.